بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الكرام، ينطلق على البركة والتوفيق هذا الشوط العاشر للجعادين في مجموع الأشواط. الشوط الأول للمفتوح والشرايا ينطلق على البركة والتوفيق حاملا الكثير والكثير من الآمال وطموحات أيضا المشجعين والملاك مع هذه الانطلاقة الرائعة والمميزة. مباشرة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط المتحد حمدان بن يابر بن هياي المنصوري هو من اتحد واقترن مع هذا المميز على المركز الأول والثاني هنالك شاهين مطر بن راشد بسويدان الاكتبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الوصول والقوة والانطلاقة هنالك سليماني سالب مصبح بن قرش الغفلي على المركز الآن الثاني ينطلق بقوة، بينما المركز الرابع الوصول هنالك والتحدي من هملول صوايح بن مطر بن حمد الخيالي مع الهوزي ومع الانتصار وصول وقوة من هملول الحر بن راشد بن خادم بن راشد المهيري على المركز الآن الخامس، وفي المركز السادس الوصول أيضا والإبداع من قبل هذه الأسماء المنطلقة والباحثة عن التحديات هنالك التزام سالم مصبح والوصول أيضا مع التحديات من قبل شاهين سعيد بن عامر بن سالم هنالك يصل بقوة العمري مع هذه الأسماء المنطلقة هكذا الأسماء القادمة بكل قوة وهنالك الزاوية الأخرى وما تحمله لنا من أسماء قديمة ومنجزة بالخير وبالانتصارات هنالك ناصر بن قريع بن روس العامري مع خطير مع هذه القوة يا مرحبا بالعامري ومع هذه التحديات القوية أعود مع المقدمة أعود مع صدارة هذا الشوط والمنطلق هنالك والعدسات التي تلتقط هذه اللحظات الجميلة وهذا القدوم الرائع والمميز السليماني يا السليماني الله 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 السليماني على المركز الأول سالب مصبح الغفلي على صدارة هذا الشوط وعلى القوة والانطلاقة والروعة هنالك من الأسماء القادمة مثل الرعود محمد بن صالح بن نصرة العامري على المركز الثاني المركز الثالث وصل المشير السيف بن مبارك بن فاضل المزروعي وشعار مولع الذي ولعها مع اللحظات الجميلة بينما هنالك تقدم ملحوظ أيضا وقوة من خطير ناصر بن قريع بن روس العامري ووصول أيضا من الزاوية الأخرى من ميهاب حمد بن فاران بن علي البريدي المري ضيف عزيز ومرحبا بكل الضيوف أعود مع الجزيل أعود مع الانتاج اعود مع بالقوبع هنالك الله 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 قوه واثاره وامتاع مع صداره في هذا الشوط رعود محمد وصالح بن نصره العامري على المركز الاول ومع القوه والانطلاق بينما المركز الثاني هنالك ايضا خطير ناصر بن قريع بن روس هنالك على المركز الثاني المركز الثالث هو الزاويه الاخرى المشير سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي وصول ايضا من الواصل احمد بن خلفان بن عبيد المزروعي وهناك الواصل من وصل الواصل على المركز الرابع ينتقل الى الثالث وعينه على مقدمة الشوط بينما هنالك الوصول من هذا الاسم هنالك لايب خليفة بن راشد بن عبد الله الاكتبي على المركز الان السادس اعود الى المقدمة اعود الى المركز الاول أعود إلى صدارة هذا الشوط الله 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 رعود على الصدارة وهنالك التسللات الواضحة من خطير خطير يهو خطير ما شاء الله انطلق إلى المركز الأول وإلى الناموس ناصر بن قريع بن روس العامري والتسللات القوية الواصل الواصل الله يا الواصل فاز الواصل خلاص وصل الواصل وانطلق إلى الناموس تهانينا تهانينا لك يا المزروعي على هذا الفوزي والانتصاري والناموس الواصل 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 مع الفوزي ومع الانتصار احمد بن خلفان بن عبيد المزروعي المركز الثاني خطير ناصر بن قريع بن روس العامري هو في المركز الثالث كان من نصيب رعود محمد بن صالح بن نصر العامري وعلى رابع الاسماء كان لايب خليفة بن راشد بن عبد الله اكتبي وفي المركز الخامس الوصول من المشير سيف بن مبارك بفاضل المزروعي هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء القوة والانطلاقة
والتحديات والإثارة. رأينا البداية عند القيادة المميزة كان جزيل من قاد هذا الشوط لسلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع، تهانينا له والناموس. ولكن في اللحظات النهائية هنالك وصول قوي من الواصل أحمد بخلفان بن عبيد المزروعي، والتوقيت الزمني 4:29.8 من الثواني، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني من قدم العروض الرائعة كان خطير ناصر بن قريع بن روس العامري، وتوقيته الزمني 4:30 وفاء وتماما. بينما من احتل المركز الثالث كان من نصيب رعود محمد بن صالح بن نصر العامري، وتوقيته الزمني 4:31 وفاء وكمالا. تهانينا والناموس لكل الفائزين.